كثيراً ما تعاني النساء من مشكلة تجاعيد البشرة وغيرها من علامات التقدم في السن، فتلاحظ تكاثرها حول الفم والعيون وكذلك على الجبهة وعلى الرقبة وعلى اليدين. وإن هذه العلامات من شأنها أن تعطي المرأة مظهراً أكبر بعدة سنوات من عمرها. وفي هذا السياق تبرز عمليات التجميل وأساليب الإبر والبوتوكس من أجل التخلص من هذه المشكلة وإخفائها من البشرة، إلا أن فعالية هذه الطرق الطبية قد تزول بعد أشهر أو سنوات أو حتى لها آثار جانبية. فما هو هذا العلاج الطبيعي الدائم لمشكلة التجاعيد بهذا الفيديو، وكيف تتخلصين منها فور ظهورها في وجهك؟ سأقدم لك طريقة فعالة وطبيعية لإخفاء التجاعيد وإعادة الشباب إلى بشرتك. هذه الوصفة عبارة عن زيت تعتمد على نبتة الألوفيرا أو الصبار. نبتة الصبار تحتوي على مادة لزجة غنية بالعناصر المفيدة للبشرة. ومن أجل طبعا تجربة هذه الوصفة أو الزيت السحري فيها في البيت بطريقة طبيعية، تابعي معي هذا الفيديو للأخير للاستفادة. يسبب فقدان الكولاجين من الجسم تجاعيد في الوجه والعينين والرقبة وحتى اليدين، ما يعني أننا أصبحنا أمام علامات الشيخوخة حتى وإن لم نكن في سن كبيرة. فمن المعروف أن ظهور التجاعيد هو عملية بيولوجية تأتي بسبب التقدم في العمر، ولكن قد تظهر أحيانا في سن مبكرة بسبب بعض العوامل المسرعة كالأشعة فوق البنفسجية ونقصان الكولاجين أو ضعف العناية بالبشرة وإهمالها، وكذلك أسباب أخرى ذكرتها بالفيديو السابق. من المفيد دائما ترطيب البشرة عبر شرب المياه، فهو أفضل الوسائل لعلاج التجاعيد ويحافظ في الوقت ذاته على رطوبة الجسم. فعندما يجف الجسم تتأثر لنا البشرة، ولذلك أنصح دائما بشرب كميات وافرة من المياه يوميا، وابتداء اليوم بذلك وتوزيع المياه طيلة فترة الاستيقاظ. ولا مانع من أن نبقي زجاجة الماء دائما أمامنا كلما أحببنا أو رغبنا في الحصول على الماء، فهذا يضمن لنا الترطيب الدائم وحماية البشرة ومرونتها. دائما لدينا علاجات منزلية طبيعية تساعدنا في التخلص من هذه المشاكل ومعالجة التجاعيد عفوا والخطوط الرفيعة وإعادة النضارة والرونق والجاذبية إلى بشرتنا من جديد. وبسبب محتوى هذا الزيت العالي بالفيتامين إي، تمتص البشرة زيت الألوفيرا أو زيت الصبار بسهولة. فهذا الزيت النباتي الفاخر يخترق سطح الجلد لتحقيق أقصى الفوائد دون ترك أي مخلفات زيتية خلفه. يضم زيت الصبار حمض اللينولينيك أسيد ومواد مضادة للأكسدة ومواد نشطة وأحماض أمينية لها فوائد مذهلة. ولذلك طبعا استقطب زيت الصبار في الفترة الأخيرة اهتمام المتخصصين في التجميل، فيتمتع هذا الزيت بمزايا تقلل لنا احمرار الوجه، تلطف لنا حروق الشمس، وتعمل على إعادة هيكلة البشرة ومعالجة الندبات والتجاعيد والخطوط الرفيعة. مثلما يصلح زيت الألوفيرا أو الصبار في الاعتناء ببشرتك، يصلح أيضا في الاعتناء بشعرك، خاصة صاحبات الشعر الجاف. يرطبه، يغذيه، يغذي لك فروة الرأس بالعناصر الغذائية اللازمة. ويمكنك استعمال 10 نقاط أو 15 نقطة من زيت الصبار في كافة أنحاء الشعر. نترك طبعا هذا الشعر أو ندلكه ليتشبع بهذا الزيت لفترة نصف ساعة، وبعد ذلك نقوم بغسله. فزيت الصبار يهدئ حكة فروة الرأس التي تسببها القشرة. يناسب زيت الصبار الشعر الدهني كثيرا. كذلك يساعد زيت الصبار على تقوية الشعر. يوفر زيت الصبار الحماية من الأشعة الفوق بنفسجية التي يمكن أن تسبب فقدان الشعر لمعانه وحيويته. كذلك يحتوي زيت الصبار على مركب كيميائي يسمى الألوين، وهو عامل أساسي في تعزيز نمو الشعر ويساعد على تحسين صحة شعرك ويقلل التقصف. كذلك يعد من بين الزيوت التي تعالج الصلع.
لأن زيت الصبار يتسبب بالفعل في نمو الشعر بشكل أسرع. كذلك بالنسبة للبشرة، زيت الصبار غني بمواد نباتية مفيدة للغاية لصحة بشرتنا. يحتوي زيت الصبار على مركب الأليسين الذي يتحكم في إنتاج الميلانين، مما يعمل على تفتيح لون البشرة. كذلك يؤدي استخدام زيت الصبار الغني بالأليسين إلى انخفاض ملحوظ في شدة البقع الداكنة والتصبغات على البشرة التي تسببها الأشعة الفوق بنفسجية، كما يساعد على تهدئة حروق الشمس. يساعد زيت الصبار الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة. كذلك يحفز زيت الصبار إنتاج الكولاجين. وكذلك يمكنك استخدام مزيج من زيت الصبار وزيت الزيتون كذلك لطرد موضعي للبعوض. كذلك تساعد خصائص زيت الصبار المطهرة والمضادة للبكتيريا في علاج حب الشباب والأكزيما والصدفية. ومن بين فوائد زيت الصبار أو جل الصبار في هذه الوصفة للوجه، أقصدها الوصفة الثانية الممزوجة بجل الألوفيرا، طبعا هنا يقاوم كذلك معظم الأمراض الجلدية، يقلل من آثار الندبات، يعالج حب الشباب والأكزيما والصدفية، كذلك حب الشباب، ويغلق المسام الواسعة. كذلك هذه الوصفة تفيد في علاج الندبات الحمراء والالتهابات على البشرة، وكذلك يساعد على استعادة الأنسجة بسرعة، وكذلك يساعد في علاج علامات تمدد الجلد إذا كانت لديك علامات تمدد الجلد أو السيلولايت، طبعا التي تسببها أو يسببها عادة الحمل وتغير الوزن السريع ورفع الأثقال. يمكنك استعمال هذه الوصفة الثانية، رائعة جدا لعلاج تمدد الجلد.